انا نفسي افهم اشمعنى عبد الجليل هو الوحيد اللي مريح. حد فيكم يفهمني؟ ده جه خده من وسطنا وشفناش وشه بعد كده. خليك في حالك يا ابراهيم، الباشا قال ما نسالش على حاجه. يا عم انا عاوز افهم. اشتغل بنص علينا بنص علينا يا شيخ حسن. يا فندم تعال عايزك. تحت امرك يا باشا. اتفضل. هيقعد يسحبهم واحد ورا التاني واحنا هنقعد نقضيها جري. تصدق عندك حق، الموضوع زاد عن حده. بيبص بيبص بيبص. قنبلة قنبلة ايه يا سعادة الباشا؟ ما انت ساعتك عارف اني بطلت الحاجات دي من زمان. ده انا حتى بطلت على يد سعادتك وتوبته لله. اسمع يا شيخ حسن، احنا اتفقنا ما حدش يسأل ولا حد يقول لا. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. وانا ما اقدرش اقول لك لا يا سعادة الباشا. شوف يا شيخ حسن، احنا مش هنموت حد. انا عايز منك تعمل لي قنبلة صوتها مرعب، نارها عالية، تحسسك ان احنا في يوم القيامة. بس بشرط مفيش شظية منها تطلع تأذي حد، زي الحاجات اللي بيعملوها في السيلة دي. اذا كان على كده يا سعادة الباشا فانا تحت امرك، بس انا ليا طلبات. اكتب لي اللي انت عايزه وانا هجيبهولك، بس انا عايز حجمها ما يزيدش عن حجم علبة السجاير. هنجربها مرة واتنين وتلاتة لغاية انت ما تقول خلاص. مفهوم؟ مفهوم يا سعادة الباشا. بتشيل كام لغايه دلوقتي؟ 180 كيلو يا باشا. بتجري بيهم؟ بصراحة ما جربتش يا باشا، بس هي صعبة شوية. لا لازم تجري بيهم، حاول استمر. حاضر يا باشا. ايه يا حسام؟ يا باشا نطيت كام؟ 7 متر 60. لا لازم يتكسر. ان شاء الله يا باشا، النهارده أحسن من امبارح. انت بتعمل ايه يعني؟ مرن. تتمرن؟ اه. طب تعال عايز امشي امشي قدامك امشي. ها شد عيالكم يا رجاله. لا ده مطنشني قاصد يا جماعه، انتوا شفتوا بص لي ازاي؟ كل شويه يجي يبص لي ويدور وشه ويمشي. هو انا نازل احتياطي في العمليه دي ولا ايه؟ حاجه غريبه. يا ابراهيم الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخيرا حسيت بيا يا باشا، ده انا بقالي اسبوع مستني الندهه دي. طالع لك هوا وانا بقول لك تعالى يا باشا. ما انت كل اللي بتنداله بيطلع لك. اشتغل وركز في شغلك وعد عليها في المكتب بعد العشاء بالليل. حاضر يا باشا. بالليل؟ ده انا بنام طول الليل من كتر الجري طول النهار. بالليل ايه؟